منتابع حلقتنا مع فقرة واتس كوكينج، واليوم عنا وصفة جديدة مع شيف شربي. الوصفة كتير طيبة أكيد، ما بعرف إذا هينة أو لا، لأنه شفته كتير عم بحضر وكتير معجوق. هاي شيف بونجور. كتير عم تحضر، كنت اليوم كتير في قصص عنا. شو عنا؟ شو وصفتنا؟ بدا شي ساعتين ونص ثلاثة. لا ولو هريسة؟ لا يا أوه على هريسة. هلأ بعد العيد لازم نعمل حلقة. ايه بدنا نعمل، بتعرفي يعني أكيد. هلأ فترة الصوم عم نعمل اليوم قالوا البقلاوة بالجبنة. بقلاوة بالجبنة رح نعمل لها كمان صلصة مؤلفة من الفلافل المشوية ومن الأفوكا والكزبرة والبصل. كمان نقدمها حدا أو نحطها على وجهها قبل ما نرجع نقدمها. من الأكلات الهينين والطيبين، ونحن بنحب هالخلطات. طيب. يعني خلطة العكاوي. نحن معودين هيدي الخلطة مع الكيش أو مع التارت. لا تفرق معك، تفرق شوي. تفرق لإلك ليه؟ لأنه الكيش هي الخلطة فيها بيض وفيها كريمة وفيها جبنة الجريير، هيدي الأساس الباز. بترجع بتبلشي أنت تحطي السافور يلي بدك إياها. الكيش يعني على طول في الكريمه، في الجريير، في البيض. اوكي هيدي الباز. والتارت بدك تعمليها مع زعتر، بدك تعمليها مع شامبينيون، بدك تعمليها سو، بس هودي الباز الاساسي. اليوم لا، هيدي عجينه البقلاوه رح نستخدم، رح نستعمل عجينه البقلاوه اللي هي الفيلو بيستري المعروفه بكافه المتاجر، مكتوب على العلبه فيلو بيستري. تما كمان المشاهدين يضطروا يروحوا على على المحلات الحلويات العربيه يوسعوا عليها. في منها باكيتات موجوده بقلب السوبر ماركت بالفروزن ايتمز، بيجيبوا باكيه وحده مثل ما انك شايفتيها انا، ترونشات رقيقه كثير. بدنا ندهنها بالزبده اهم شيء، لانه ضروري العجينه البقلاوه لازم تندهن على طول بالزبده او بالسمنه، لانه بتحتوي على كميه جدا عاليه من النشا. نعمل كذا لير مثل البقلاوه، بدنا نحشيها جبنه من قلبها 100%. قد ما بتطلع كريسبي كل ما الغايه. نحن هلا انا شفتك عم تدهنها بالزبده من الميلتين. صح. اوكي ليه؟ لانه طلعي، رح حط، رح فرجيها على الهواء. طلعي قدافي عليها مبين نسبه النشا، رح ابرمها لثاني ميل. قدافي عليها نسبه نشا، يعني قدا كوتد بالنشا، يعني في عليها بودر من النشا عاليه جدا، بنين الزياح البيض اللي موجودين فيها والنقط البيض. اوكي هودي اذا بنحطها بنخبزها هيك بدها تعطي افتر تيست بالتم كثير بشع، مثل كانك عم تحطي النشا او الطحين الني بالتم، يعني شغله ما كثير مستحبه. بقى مشان هيك بدنا ندهنها بما، بنحطها بمواد دهنيه مثل البقلاوه. والبقلاوه على طول يلي بتاكليها بالحلويات العربيه مشبعه جدا بالسمنه، بالزبده او بالسمنه. 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 صح. من هيك بتنصح، هي مش العجينه بحد ذاتها هي اللي عم تنصح. هلا هي كلها بتنصح، السكر وكل شيء يعني، والقطر، وعم نرجع نسقيها بالقطر كمان. ما بيأثر بقى، بس ما في، ما رح تمنعني اني اكل بقلاوه ولا الحديث. ولا انا صراحه يعني من اطيب الحلويات يلي ممكن ناكلها على الاطلاق. بس كمان بدنا ننتبه على دوزاج السكر بقلبها، لانه البقلاوه اذا كثير طلعت حلوه بتطلع كثير ثقيله، يعني صح. لازم ننتبه على طول على دوزاج السكر يلي موجود بقلبها. واطيب شيء البقلاوه اللبنانيه دايما، يعني ضايقينا بغير بلدان بس انه بنرجع. صح. ايه؟ عن جد فيها ميزه البقلاوه اللبنانيه، لانه نحن بنعرف نعمل دوزاج سكر مزبوط فيها. البرودوي اللي بنستخدمه كثير 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 مهم وكثير مرتب. هون انا شو عم بعمل؟ عم بعمل كذا لاير من عجينه البقلاوه. انا حاطط سيركل صغير هون. أوكي. اوكي او فينا نعملها بصينيه بالبيت كمان، ما في مشكله. فينا نحطها بصينيه اكيد نون ستيك، يعني تكون كمان الماتير تبعها ما تلزق عليها. بنحطها، او في اذا في سيركل بيكون احسن بكثير. ليه؟ لانه السيركل بدك ترجع تشيليه بالاخر، منك بحاجه كثير هين انك ترجعي تقدر تشيل السيركل عنا مجرد ما تبرد شوي صغيره. ندهن كذا لير من هالعجينه هيدي. وقصد هيك حطينيهم طالعين منها لبرا. هلا بنرجع نسكرها، لانه شفتي ليه؟ بدنا نحطها هيك بدها ترجع تتسكر ليه؟ تنقدر نضبط الحراره بقلبها وتدوب الجبنه مضبوط بقلبها. يلا رح احط لير ثاني انا هون. بس اثنين؟ هلا حطيت، صار عندي تقريبا بحدود الاثنين لايرز من تحت يلي هو كثير منيح. رح احط بعد وحده بالكعب كمان تكون عم سمكها مشان ما تنخزق معنا نحن وعم نشيلها. يلا بعد لاير وحده جوا. دقيق الشغل فيها خصوصا بس تتحمص قد ما رقيقه العجين. صح، بس قرشتها مش معقول قد ايه طيبه، يعني القرشه تبعها رائعه جدا. بنحطها بالنص هيك بالاخر. خلص صار عندي ثلاثه لايرز. هون رح بلش حضر انا الحشوه. الحشوه بدي عكاوي، فينا نستخدم نخلط عكاوي مع موزاريلا، فينا نحط الحشوه اللي احنا بدنا اياها، فينا نحط بندوره مع بقدونس بقلبها كمان، يعني الحشوه شوي قريبه للحشوه اللي احنا بنستخدمها لل رقاقات. اوكي رح احط هون بصل بقلبها. بدنا نفرم لها شوية نعنع. انا شفتك كمان محضر كاتينج بورد ثانية
عم تشوي فليفله بالفرن. مزبوط. احترقوا احترقوا زمطنا. حلو ذكرتيني. اوعى ترجعي لوراك تبعتي. شمينا ريحه الفليفله، جيت اتحذر هاي ريحه. صح صح. نعنع. اوكي فرمه نعنع. قديه فينا ننعمها؟ لحبه النعنع بيكون تمام. شيلهم حطهم بقلبها. انت هون شو حاطط؟ عكاوي بس؟ عكاوي عكاوي. جيب عكاوي لايت شوي لانه بتعرف العكاوي شوي مالحه بتبقى. جيب عكاوي لايت، او اذا بنجيب العكاوي المالحه بدنا نضطر نقعها بالمي بحدود الربع ساعه شي ثلاث مرات نغير لها ميتها مشان نخفف الملوحه منها. صار عندي هالحشوه موجوده، عكاوي وبصل ونعناع. صح. حطها كلها بقلبها بلا شيء؟ بلا زيت ولا شيء ولا شيء ولا شيء، لانه لحظه قدام وشبعها هال حبه البقلاوه بالزبده. يعني بدنا ننتبه كمان انه عندنا كميه عاليه من الزبده موجوده. هلا كمان ما ننقز من قصه الزبده، لانه بمجرد ما نرجع نطبخها حتى بالفرن في نسبه كبيره من الزبده رح تظهر منا ورح تفل عنا، يعني رح تبعد عنا كمان. بيكون هيدي كمان انه مش عم نستخدم بحدود 50% من كميه الزبده اللي موجوده بقلبها هلا هي ونيه. بنسكر. يعني بنقدر نعمل رقاقات بنفس الحشوه مثل ما قلت؟ فيكي اكيد. هي من اطيب حشوات، من اطيب حشوات للرقاقات صراحه. يعني انا كثير بحب هالنوع من من هالحشوات يلي هي بنستخدم فيها البصل والنعنع بقلبها. يلا بعد بتخيل قد ايه شكلها بده يطلع حلو وقتها تتحمص. هلا بدك تغطيها بوقت. مزبوط. بدي اعمل لك اخر كفر. يلا تنشهل شوي اللحم، نفوتها على القليل 10 دقائق على الفرن تنكون قدرنا حمصناها مزبوط. هي كل ما طبخناها على حراره اوطى، كل ما طبخناها على حراره اوطى كل ما اخذت قرشه اكثر. يعني بدها 10 دقائق على حراره واطى. هو انا بفضل تاخذ 20 دقيقه على 160 درجه. أوكي. من ما تاخذ 10 دقائق على حراره عاليه. خليها تقرش مزبوط. هلا هيدي صارت جاهزه تفوت على الفرن وتتقدم، ولا بدنا نرجع نزيد لها شيء بعدين؟ على الفرن. لا خلص خلصت. هيدي فينا نحضرها قبل بوقت، نحطها نحضرها قبل بوقت نحطها بالبراد. بس بدنا ندخلها على الفرن. أوكي. يلا لكن رح ننتقل نحن للبث المباشر وبنرجع من بعد. عودة لـ واتس كوكينج. كنا حضرنا قبل البريك بقلاوة بالجبنة وعنا بعد الصوص تبعها، بدنا نحضر الصوص. البقلاوة حطيناها نحن بالفرن، أكيد تحمصت وذابت الجبنة، هلا بنرجع نشوفها بعد شوي كيف طرعت. بدل عنا الصوص، شو بدنا نحط؟ هلا بس ضفنا شغلة واحدة على الوجه من بعد ما حطينا لها آخر وجه من البقلاوة، ضفنا رشينا عليها سمسم أبيض وسمسم أسود. أوكي. كمان بتعطي قرشه، بتعطي طعمه، بتعطي لون، شكلها برزنتاسيون تبعها هلا شوف بتطلع كثير حلوه. هلا هون الصلصه عم نعملها، عندي الافوكا مقصوص شقف. اوكي اوكي شقف شوي كبيره، كزبره خشنه ضروري كمان الكزبره تكون خشنه، شاوي فليفله خضراء وفليفله حمراء من دون اي شيء بالفرن، بنشيل عنا القشره شوي صغيره منها لانه بتعرفي انه على طول بقول عن الفليفله القشره تبعها عسره الهضم، يعني سواء على طول قد فينا نقدر نشيلها بيكون احسن. بنحطهم فوقها صفرة والحمراء. وسالتيني عن البزر، انا بحب يضل في بزر فيها بقلب الفليفله. هلا لانه مشويه. ايه لانه مشويه 100%. بس على طول انه في اشياء يعني مش انه تشيل البزر على الاخر، خلي شوي، لانه حتى البزر بس تخلطيها بقلب الصلصه وتبين حبه البزر بتبين انه هالمنتوج طازه مش جايتيه مثلا معلبات. اوكي. هلا كمان شفتك وقتها شلتهم من الفرن، شفتك عم تفضي المي من قلبهم للفليفله. مزبوط اكيد. ما فينا نترك هيدي المي كمان تصير مع الصوص. لا المي تبعها بتطلع كثير دلعه بقلبها للصوص، ما انا مستحب المي تبعها. سو على طول انه افضل نستعمل البالب يلي هي بكون شلنا جلده، ونستعمل اللب يلي موجود بقلبها افضل. يلا حامض. نعصر حامضه وحده، ما بدنا كثير حامض، بننتبه لانه نحن خلطتنا هيدي هي بس عم نعملها للجبنه، ما بدي يطلع فيها طعمه حامض كثير عاليه. يلا كمان شوي صغيره من السمسم الاسود، مش حب البركه، بدنا ننتبه سمسم اسود. أوكي. غير طعمه كليا عن حب البركه. ملح، بهار ابيض. يعني هيدي الصوص بحد ذاتها بتنعاز لكثير وصفات ثانيه. قد ما بدك وصفات، شو بيخطر على بالك للوصفات، للسمك، للدجاج، لكل شيء تمشي. زيت زيتون. يلا هيدي خلطة
صارت عندنا ريدي. خليني اشيل الكاتينج بورد من هون، نفضي المنطقه تنقدر نبلش نطلع هالقالب ونسكبه نظبطه. ليكي لونها اصلا الوانها وحي كلها حيات. صح، وكمان لانه الجبنه والعجينه يعني البقلاوه رح تطلع شوي ناشفه، نحن بدنا شيء حدا يطريها، شيء هيك كمان يعطي فالور للطعمه تبعها. ليكي في شغله مهمه كثير، على طول بنقول انه الاكله مثل هي اللي عم نعملها كثير حاده، كثير دسمه، فينا نقول لازم يكون في معها شيء خضار، يعني فينا نقدم حدا يا سلاد فيرت، سلاد فيرت مع حامض وزيت زيتون، يا فينا نقدم هيدي الصلصه هيك معها تنقدر نكسر شوي صغيره. اوه لونها روب توب توب توب، عامله برونزاج هلا البقلاوه طالعه من الفرن. صح كان عسكين امبارح. ليكي قد ايه لونها حلو. هلا بدنا نتبع شغله نقدر نشيل السيرك اللي عنا. وهبطت شوي العجينه طبيعي، يعني بطبيعه الحال اكيد طبيعي. اكيد جمعت على بعضها وتصرت مقرمشه. بدها تهبط شوي صغيره لانه بالنهايه السوائل اللي ظهرت منها، عشان هيك بدها تهبط. يلا نشيل السيرك، انتبه على ايدينا مزبوط. يعني هي عجينه البقلاوه بالاجمال بدها مش اكثر من 10 دقائق لتستوي. ايه ما بدها يعني قد ما هي رقيقه وبضل في بس الوقت انه تذوب الجبنه. صح صح، هي ما كثير بدها وقت، يعني لانه بتعرفي قد ايه الجبنه بدها، ما بدها كثير وقت لتذوب معنا 100%. هون قبل ما نشيلها بناكد انه ورقه الزبده اللي حاطين عليها منا لازقه، بس بدنا هلا نقدمها على الطبق نقدر ما تفرط. رح زيح انا يعني. تقدر زيحي لتاني ميل تشيلها، اول ستيب. تاني ستيب بدنا نجيبها نقربها اول. خلينا ساكتين نقول شو ما تركنا ورقة الزبدة عليها؟ لا لا، بدنا ندفشها على الجرس. طيب اذا كنا حاطينها بالصينية مثل ما قلنا كيف بدنا نشيلها؟ مشان هيك عم بقول من الافضل انه تستخدمي سيرك او الصينية يكون حرفها واطي، بتقدري ترجع تشيليها لانه على طول بدك تحطي تحتها ورقة زبدة. ايه يعني فيك تلقطيها ورقة زبدة وتشيليها. ايه ما راح تكسر معك. ليكي شكلها قديه هيك بشهي. هون خليني نشيل، خليني نشيل الصينية حتى الصوص الوانه هيك. هلا في عندنا شغلتين نعملها، فينا نخليها هيك مثل ما هي اوكي، فينا من بعد ما بدنا نقدم قبل ما نقدمها دغري بنكبها الصلصه كلياتها على الوجه، بتقصيها شقف شرحات اكيد وبتقدميها بهيدي الطريقه. او فينا هلا انت كيف رح تعملها اليوم؟ هلا انا رح احط الصوص عليها. شو؟ انا بفضل حدا الضل. خلص متخيلها حدا ما بعرف إيه كرمال وقت اقدمها تضل هالقرشه تبع البقلاوه. مشان هيك قصدي قلت لك انه فيك تخليها صوص ابار حدا لتقدري اخر شيء ترجعي، اللي بيحب ياخذ مع صوص واللي بيحب ياخذ بلا صوص كمان يكون عنده تشويس. طيب هلا انت عمول بدك اياه يعني ما بعرف، بس انا هيك بشوفها. خلص مش بتعرف شو، خلينا ناخذ بريك وبعد البريك بكون عندنا البرزنتيشن، بكون بنستشير شوي كيف لازم نقدمها. لكن بريك وبنرجع. رجعنا للبرزنتيشن للوصفه اللي حضرها اليوم شيف شربل. عم تفاجئنا كل يوم، يعني البقلاوه عملناها مع جبنه، عملنا معها صوص. عندك شك؟ عندك شك؟ ابدا ابدا ابدا. يلا بس انت اللي ربحت. انا ربحت. رح نحط الصوص عليها. انا بدي انت ما زالك انت ربحت، ما راح اعذبك بقى، انا اللي رح حطها. انا رح سوريك لك انا. اوكي هيك؟ انا ما تركت لك الحريه لإلك لشوف كيف رح تسكبيها. يمكن غلطت. لا لا حلوه حلوه حلوه، برافو. اوكي طيب شو حطينا مش فيها؟ إيه مش غلط، خلينا نرجع نعيد هيك شو حطينا بالصوص. اكيد افوكا. ايه عبي عبي كيلو على الدائر. اكيد افوكا، كزبره، عصره حامض، ملح، بهار ابيض، الفليفله المشويه بالفرن،
قصيناها كلياتها، كله لازم يكون شوي خشن، حطيناهم مع بعضهم، شوية سمسم أبيض، شوية سمسم أسمر. بينما الجبنة خلطنا جبنة العكاوي، حطينا معها كمان بصل هندي مفروم ناعم، حطينا معها فرم نعنع كمان طازة أو نعنع يابس ما في ولا أي مشكلة. دهنا الزبدة، دهنا الزبدة البقلاوة بالزبدة كلياتها سوا، عملناها على فورم جاتو، حطيناها بالفرن. وانت عم تعملي هلا انا حبيت احطهم بس بالنص لانه عبالي انه انا اربح كمان انه يبقوا هدول بس كريسبي. قد ايه طلعت اجمل كثير؟ ايه قد ايه طلع شكلها؟ انا كنت عتلاني هم هدول يطلعوا يتشوا بس لا تركتهم. هلا بعد بدنا نجرب شغله واحده، خلينا نشوف اذا، لانه صار لنا فتره شايلينا من الفرن، خلينا نشوف اذا الجبنه دلت دايبه، لانه يلا رح نوص شقفه. بيهمني شوف اذا، لانه شلناها ورجعنا حطيناها بالفرن، هيك القرشه. وقد ايه هينه كمان؟ ما بفتكر خلص. ايه لانه تنطرنا. ايه لا خلص ما بقى. لا لانه مجرد ما تسقع ما بقى، يعني هي دغري من الفرن. يعني على المفروض دغري نشيلها من الفرن نحطها على الطاوله. بس انه طعمه الجبنه يعني طعمه الجبنه يعني بتكون اخذت مع البصل ومع النعناع. ايه خلص يعني اخذوا الطعمات مع افضل دغري، يعني لازم نشيلها ما ننطر عليها، نشيلها دغري من الفرن تتدلى، لانه الجبنه العكاوي مجرد ما تبلش تبرد شوي صغيره دغري بترجع ما بتقعد تمغط معنا. مشان هيك فينا نستخدم شوي من الموزاريلا معها، بتساعدها اكثر اذا بنحب نحط الموزاريلا. ميرسي شيف، ثانك يو. بكره كمان عنا وصفه جديده. بكره اكيد. يلا رح ننطرك لك. انا مشاهدينا بنكون خلصنا لهون واتس كوكينج والبرزنتيشن للطبق يلي حضروا شيف شربال، وانا بكون خلص فقراتي لليوم، وبشوفكم بحلقه جديده نهار الخميس. باي باي.